احنا ايضا لدينا مخاوف من عدم تحقيق الجزء الاغلب من الخطه الزراعيه نتيجه ما اصلحته وزاره المواد المائيه من قله الايرادات وتقليص على 50%. كلها مخاوف طبعا، احنا تعرفين حضرتك كان يمكن زرع دونم واحد دون موافقه وزاره المواد المائيه، بالتالي مخاوفنا ايضا ترتكز على مخاوف وزاره المواد المائيه، وزيدنا حقيقه اكثر خوفا وخشيه من عدم اعطاء فرصه لزراعه الشلب مثلا اللي هو هويه العراق. الخطه الزراعيه اللي عديناها هي قرابه 2,700,000 دونم، من ضمنها اكثر من 400,000 دونم لزراعه الشلب اللي هو يستهلك مياه، واكثر من 600,000 دونم لزراعه الذره الصفراء التي هي الاخرى ايضا تستهلك مياه، وبالتالي والمحاصيل الباقيه هي الماش والسمسم وهذه الامور المواكب الصيفيه، لكن هاي بدرجات متفاوته. لكن اللي يهمنا اليوم هو زراعه الرز وزراعه الذره الصفراء باعتبارهم محصولين استراتيجيين، واحدهما هويه العراق اللي هو الرز العنبر ومشتقاته والياسمين وغيره، وكذلك النوع الثاني هو الذره الصفراء اللي هي اعلاف الثروه الحيوانيه. الحقيقه عدينا الخطه وننتظر اعدادها حقيقه، يعني لقاء وزاره المواد المائيه احتمال مطلع هذا الاسبوع او خلال الاسبوع ان شاء الله تحسم امر الخطه الزراعيه.